السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيضا رحب بكم محاضرة جديدة ضمن موضوع نظرية الإنشاءات المرحلة الثالثة. محاضرتنا اليوم حتكون نستكمل بها المحاضرة السابقة اللي هي Analysis of Statically Determinate Trusses. انتهينا بالمحاضرة السابقة إلى ضرورة إجراء عملية التحليل التراس لإيجاد جميع القوى الموجودة في أعضائها الإنشائية. عملية تحليل التراس حتتم باستخدام طريقتين، باستخدام Method of Joints and Method of Sections. بداية حناخذ Method of Joints ونشوف طريقة استخدامها. حنلقي نظرة بداية على Method of Joints باستخدام مثال بسيط يتمثل بالفينك تراس اللي أخذناه سابقا اللي ظاهر أمامكم. بداية يتوجب رسم الـ Free Body Diagram بالنسبة للتراس وكذلك الحل لإيجاد الـ Reactions الموجودة. نستخدم معادلات الإكوليبريوم الثلاث Summation Fx equal to 0, Summation Fy equal to 0, Summation Moment equal to 0 لإيجاد الـ Reactions الخارجية. الخطوة الثالثة تمثل برسم الـ Free Body Diagram لكل Joint والحل لإيجاد القوى الداخلية المجهولة. طبعا يكمل الحل بإيجاد جميع القوى المجهولة في كل جوينت تباعا، يعني جوينت بعد جوينت باستخدام معادلات التوازن إكوليبريوم إيكويشن. بما أنه جميع الجوينتس اللي موجودة بالتراس من نوع البن كونكشنز فماكو عزوم حتكون موجودة في هذه الجوينتس، لذلك أثناء التحليل حنحتاج فقط معادلتي التوازن اللي هي مجموع القوى الأفقية تساوي صفر، مجموع القوى العمودية تساوي صفر. يجب أن لا يغيب عن بالنا أن هذه القوى المستخرجة على الجوينت حتكون نفسها هي اللي مسلطة على الممبرز على الأعضاء الإنشائية للتراس، لكن حيكون اتجاهها معاكس. الآن على سبيل المثال إذا كان الممبر في حالة شيد فالقوة المسلطة عليه حتحاول تسبب استطالة أو زيادة في طول الممبر، بينما القوة اللي حتكون موجودة على الجوينت المرتبط بهذا الممبر حتكون قوة من الجوينت اتجاهها من الجوينت إلى الخارج. بينما في حالة الممبر عندما يكون تحت تأثير الكومبريشن تحت تأثير الانضغاط حتكون القوة الداخلية مسلطة عليه تحاول أن تجعل العضو الإنشائي أقصر، أي shortening the member، بينما عكسها حيكون اتجاه القوة المسلطة على الجوينت بحيث حيكون اتجاه سهم القوة يدخل إلى الداخل باتجاه الجوينت. الآن حناخذ مثال بسيط يتمثل بالترس اللي موجود أمامكم اللي مسند من جهة pin support ومن جهة الأخرى roller support وعليه حمل من الأسفل مقداره 20 كيلو نيوتن. راح نحاول نحله بطريقة Method of Joints. بداية حنرسم 3 Body Diagram بالنسبة للتراس عبر إزالة المساند. لاحظ الرياكشن في نقطة E F sub E والرياكشن في نقطة A حينتج عندنا H sub A والF sub A. الآن حنستخدم معادلة التوازن الثلاثة equation of equilibrium لإيجاد الرياكشنات. بداية ناخذ مجموع القوى الأفقية يساوي صفر، من عندها حنحصل H sub A يساوي صفر لأنها القوى الوحيدة الموجودة بشكل أفقي. الآن حتى نحصل قوى الرياكشن في joint E و joint A حناخذ مجموع القوى العمودية يساوي صفر أو summation of Fy equal to 0، من عندها حنحصل F sub A القوة بجوينت A والقوة بجوينت E F sub E حتساوي 20. الآن بعد أن حصلنا باستخدام المعادلة summation Fy equal to 0 علاقة بين القوة F sub E والقوة F sub A، نحاول إيجاد علاقة أخرى باستخدام معادلة العزم summation moment about any point يساوي صفر، مجموع العزوم حول أي نقطة يساوي صفر. حنحاول ناخذ عزم حول النقطة اللي موجود بها القوة 20 كيلو نيوتن، فحتكون القوة F sub E في ذراعها اللي هي D تساوي من الجهة الأخرى القوة F sub A في ذراعها اللي هي أيضا D، بالنتيجة حنحصل ال F sub A تساوي ال F
صب اي. بالعودة إلى المعادلة السابقة اف صب اي زائد اف صب اي يساوي 20، حنحصل أن الرياكشن اف صب اي يساوي 10 كيلو نيوتن، وأيضا الرياكشن اف صب اي يساوي 10 كيلو نيوتن. بداية حنبدي بالجوينتس واحد تلو الآخر لاحتساب القوى الموجودة بهم. طبعا احنا بداية الحل ما نعرف أي ممبر من أعضاء التراس في حالة كومرشن أو في حالة تنشن، في حالة شد أو في حالة ضغط، حتى نحدد اتجاهات القوى. لذلك راح نضطر نفرض أن جميع أعضاء التراس موجودة في حالة شد، بمعنى أن القوة حتكون كلها تنطلق أسهمها تنبع من الجوينتس، أوكي؟ وبعد ذلك إذا كانت الإشارة نيجاتيف سالبة اللي تنتج القوة اللي جاي نستخرجها، فمعنى ذلك أن الفرض مو صحيح، يجب أن نعكس اتجاه القوة، وهكذا بالنسبة لجميع الجوينتات. الآن نبتدي نرسم الـ 3 body diagram للجوينت A. هنلاحظ أن القوة اللي موجودة هي F sub A B، والقوة الأخرى F sub A C. الآن نستطيع تطبيق معادلات التوازن على الجوينت A لاستخراج جميع القوى المجهولة الـ unknown forces باستخدام معادلة الإكوليبريم summation of y equal to 0 ومجموع القوى العمودية يساوي 0. حنلاقي أن 10 كيلو نيوتن تساوي المركبة العمودية للقوة FAB اللي هي حتساوي سالب 10 كيلو نيوتن. من عندها حنحصل الـ FAB حتساوي minus 10 مقسوما على sin 60 درجة. أيضا بتطبيق مجموع القوة الأفقية يساوي 0، حنحصل أن القوة FAC يجب أن توازن المركبة الأفقية للقوة FAB. من عدها حنحصل أن القوة FAC تساوي ناقص 5.8 كيلو نيوتن. لاحظ ان القوة الموجودة في التراس ممبر حتكون ثابتة، لذلك اذا عرفناها عن طريق احد الجوينتات حتكون معلومة للجوينت الاخر اللي يتصل به العضو الانشائي. مثل ما حتلاحظ انه القوة في جوينت B اللي هي ماينس 11.5 كيلو نيوتن حتكون معلومة، والقوة في جوينت C اللي هي 5.8 كيلو نيوتن حتكون معلومة. الآن نكمل مثل ما أوجدنا القوى الغير معلومة في جوينت A، ننتقل إلى جوينت B لإيجاد القوى غير المعلومة به كذلك. نرسم الـ free body diagram لجوينت B ونخلي القوى الغير معلومة والقوى المعلومة على الجوينت. الآن حنبدأ بتطبيق معادلة التوازن، وحيكون من الملائم أكثر إذا ابتدينا بمجموع القوى العمودية يساوي 0. من عدها حنحصل القوة F بي سي تساوي سالب 11.5 كيلو نيوتن. بعد ذلك حناخذ مجموع القوى الأفقية يساوي 0. من عدها حنحصل القوة اف بي دي تساوي سالب 11.5 كيلو نيوتن. الآن بعد أن أكملنا القوى الموجودة في جوينت بي، لاحظ أنه القوة هذه أيضا حتنتقل عن طريق الممبرات المشتركة إلى جوينت سي وإلى جوينت دي. لاحظ أنه التراس حيكون متناظر والتحميل أيضا متناظر، لذلك ماكو حاجة بعد نحلل جوينت آخر. هذه الخاصية نستفيد منها بالترسات المتناظرة واللي يكون التحميل عليها أيضا متناظر، أنه إذا حللنا نصف التراس حيكون النصف الثاني من التراس أيضا معلوم. بعد معرفة جميع القوى الموجودة على الأعضاء الإنشائية للتراس، نستطيع الآن معرفة أي عضو إنشائي في حالة شد أو في حالة ضغط. لاحظ الشكل أمامك التراس مؤشر به الأعضاء التراس اللي تحت تأثير قوى الشد وأعضاء التراس اللي تحت تأثير قوى ضغط. إلى هنا ينتهي الإكزامبل، ونكمل بالمحاضرات القادمة.